وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء محمد زكي، مساعد وزير داخلية الأسبق. سيادة اللواء، يعني كان ملاحظ خلال الحفل في كلمة وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أن تحديث المناهج أصبح كبيرا في كليات الشرطة بما يواكب أفضل المعايير الحالية. في رأيك هذا التحديث إلى أي مدى يفيد المتخرج الذي يتعامل مع المواطن وفي نفس الوقت يتعامل مع تطور لا محدود لوسائل الجريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني طبعا أن أبدأ بتقديم التهنئة للشعب المصري كله في مناسبة ذكرى أكتوبر العظيم. وهنا بالنسبة لاستفسار حضرتك بتاع إيه الحفل التخرج، هنجد إن حفل التخرج يتضمن عدة محاور لابد من إلقاء الضوء عليها. أول محور هو المحور الاجتماعي للعمل الأمن. بمعنى أنه هناك اهتمام بهذا المحور، هناك إفراط دراسات خاصة بحقوق الإنسان في هذا المعهد العظيم، وهناك أيضا إصرار على الإعداد البشري للفرد الذي سيتولى مسؤولياته في هذا العمل الهام جدا والخاص بحماية واستقرار الشعب وحماية واستقرار الجبهة الداخلية وحماية واستقرار كل ما هو نافع ومنتج للوطن. حماية واستقرار هذا الوطن يتطلب أولا وجود مواطن يشعر بالمواطنة والانتماء ويشعر بأهميته لدى وطنه وأهمية وطنه لديه. دي حاجة هامة جدا. تضمن زي أجزاء غير المناهج وغير الإعداد البشري، الإعداد التجهيزي الذي شاهدناه خلال حفل التخرج من تجهيزات تتواكب مع المستجدات والمستحدثات في هذا العصر ولا تتخلف عنها إطلاقا. وكل هذه التجهيزات تم إعداد البرامج التدريبية لكي تتناسب الخطط الأمنية مع القدرات الخاصة بمن سيقوم بتنفيذها. وهذا كان واضحا جدا في إشراك نوع معين من التجهيزات وإشراك أيضا الضابطات الشرطة في مختلف المكانات. النوع الأخير أنك شايف ولاحظت أيضا الهدوء في التعامل وإمكانية التعامل مع التجهيزات اللي لاحظته خلال العرض بدون تشنج أو عصبية، ودي حاجة الحقيقة أنا أعجبت بيها. نعم، تأكيد يا فندم. نعم، التأكيد على أهمية دراسة حقوق الإنسان وكونها جزء أصيل من التعامل، نظرا لأن هذا الفرد من الشرطة يتعامل في النهاية مع مواطن. أنا أول حاجة قلتها عملية حقوق الإنسان والمواطن، أول حاجة قلت لك ده مش بس تدريبه، ده بس أيضا تجهيزه علميا بكل المستجدات في ما يتعلق بدراسة حقوق الإنسان، وهي أهم حاجة لأن الإنسان هو الذي ترتكز عليه أي أنواع من التنمية، والإنسان هو الذي يحمي الوطن، والإنسان هو الذي لابد أن يشعر بأمانه في وطنه، وهذا حق له. لا تتخلف الدولة أبدا عن توفير بواسطة أبناء هذا الوطن أيضا من أبناء وظيفة أو رجال الشرطة. دي نقطة برضو هامة جدا. وفي حاجة برضو أن التنظيم التعاون ما بين أجهزة إنفاذ القانون كان واضح جدا في وجود سرية من طلبة الكلية الحربية وفي مشاركتهم في مهمهم، لأن طبعا الوضع على الساحة متغير، الواجبات الأمنية متعددة سواء داخل المدن أو خارج المدن، سواء في المناطق الزراعية أو المناطق الصحراوية أو المناطق الساحلية أو المناطق السياحية، وده حاجة عظيمة جدا لابد إن احنا نحافظ عليها كلها من خلال إنسان شرطة قادر على التصدي لواجباته، مجهز جيدا، مدرب جيدا، معد جيدا للتصدي لمسؤولياته. نعم سيادة اللواء، إعداد خريجين قادرين على تأمين الجبهة الداخلية للوطن بالتأكيد أمر ليس يعني بالسهولة، نظرا للظروف التي يشهدها العالم، نظرا للأحداث والتغيرات المتلاحقة. إعداد هذا الخريج بالشكل الذي يعني لفت النظر إليه أنه يتعامل مع الأزمات بالشكل الهادئ بالشكل الحرفي المهني،
إلى أي مدى لمست ذلك من خلال العرض، بما أنك يعني توقفت عند فكرة الهدوء في التعامل؟ لا دي طبعا حاجة أساسية، يعني عارفة لما أنا أكون واثق في نفسي نعم وواثق في دوري وواثق في تجهيزي وفي تسليحي وفي إعدادي وواثق في قيادتي، لازم هطلع عمل جيد. ويمكن حرب أكتوبر كانت اللي ما فيش بنحتفل بذكرها دلوقتي، كانت من الأساسيات اللي فيها إزاي يتفاعل الإنسان قائدا أو فردا مع قيادته ومع سلاحه ومع تخطيطه ومع الواجب المكلف فيه. وتشوف التقدم اللي في احنا في قبل ال 21، ما نعم. فيش حاجه اسمها عنتريه وما فيش حاجه اسمها انا وورايا، لا لا لا، احنا لان ما فيش حاجه بتمشي من غير ما يكون في عمل مشترك وشاق ودؤوب وجاد وهادف، والا هنبقى احنا ايه؟ وده احنا شفناه النهارده في الالعاب بتاع حفل التخرج. وانا الحقيقه كنت يعني وانا بتابعه في التلفزيون كنت سعيد جدا بالتجهيزات الحديثه، وسعيد جدا باسلوب القياده واتخاذ القرار، وسعيد جدا بكل اللي شاركوه. ربنا يوفقهم ويدي لهم الخير ان شاء الله وينجحوا بإذن الله. إدماج يا فندم علوم الرقمنة والذكاء الاصطناعي كان أمر شديد الأهمية نظرا للتطور التكنولوجي المحيط بالعالم، وهذا التطور ربما ظهر في وسائل ارتكاب الجريمة، لابد أيضا من فرض الشرطة أن يكون مواكب لهذا التطور. ما شوفي نحن لا نقفز قفزة بالهواء، ما لم يكن الوضع متناغما ومتناسبا معك اي مستحدثات على الساحه فلنا الله، خلاص ما ننفعش. شوفي ما ينفعش اطلاقا انك انت تواجهي عنتر بقى، لا احنا القرن ال21 بكل مستجداته وكل مستحدثاته لا ندع للاخرين فرصه التخطيط او فرصه التجهيز، لابد ان نسبقهم في تجهيزاتنا وفي تخطيطاتنا وفي استخداماتنا لما يعني يقدمه العلم من اي تطورات على كافه الاصعده. وادي اساس دلوقتي ما فيش تهريج، احنا دلوقتي بنعيش في ظل قريه عالميه قريه كونيه، ما فيش حاجه لا بتستخبى ولا في حاجه ما بتستخدمش. احنا شفنا اللي حصل معانا حتى في حرب اكتوبر، يعني كانت كلها تجهيزات استخدامات ما لديك من امكانيات، دلوقتي لا، دلوقتي انت بتشبعي في الامكانيات وبتوظفي هذه الامكانيات لخدمتك اكتر من خدمه اي حد تاني، ولذلك هتنجحي ان شاء الله. حضرتك ذكرت في بدايه الحديث يا تلواء عن الدور المجتمعي ايضا لوزاره الداخليه، وهذا من الامور اللافته ان جهود وزاره الداخليه لم تقتصر على الجانب الامني. لاحظنا في الفتره الاخيره عدد من المبادرات تشمل الجانب المجتمعي، الى اي مدى هذا مهم في إعطاء رسالة أكبر عن دور الشرطة الذي يتخطى فكرة الجانب الأمني والحفاظ على الأمن؟ نشوفي ما فيش حد يعني ما فيش حد بيقوم بحاجة حلوة ويدخل، لازم الناس هي اللي بتحس بيها. الناس ما لم تشوف، يعني عايز أقول لك على حاجة، الناس كلها ما خدتش بالها منها. عملية السجون اسمها إيه دلوقتي؟ الحماية المجتمعية. نعم. كويس؟ عملية الحماية المجتمعية دي وما شاهدناه من تطوير السجن، ده سجن يعني مش مكان لطيف أو مكان مثلا الواحد يبقى فيه مبسوط، لا، إنما أنت وفرتي لكل نزيل من نزلاء هذه السجون كل ما يعينه على بداية حياة جديدة، ما يعينه على الخروج عن الوضع الإجرامي اللي كان بيمسه. ودي حاجة بسيطة جدا، مش هقول لك بقى الأشياء، أنت إنسان نفسه اللي بتشتغل في عملية الأمن، ما لم يكن في مجتمع مقتنع بأهمية وظيفته لتنمية هذا المجتمع يبقى ملوش لازمة. فعشان كده بقول لك إن لازم تبقى العملية شمولية كلية، المواطن له دور، الأسرة لها دور، المجتمع كله لازم يتفهم ايضا اهميه دور رجال امنه في تامينه، مش ان انا يعني لا احترم ولا ادقق في امنيتها، لا، او مش عشان هقول لك يعني من غيره، لا، انما لازم تكون عمليه. انا ما لم اكن مقتنع باهميه دوري مش هعرف اشتغل.
نعم فما بالك بقى باللي انا بخدمه ما لم يكن قانعا باهميه خدمته الامنيه فيبقى كويس العمليه. لا فاحنا انا شايف انه احنا في شبابنا خطوه بخطوه الى الوصول الى المقدرات المجتمعيه الخاصه بالقناعه التامه بسلامه واهميه دور رجل الامن. ودلوقتي مش رجل الامن بقى واحد مش رجل شرطه بس، ده حاجه اسمها انفاذ القانون. انفاذ القانون ده يعني ما يتجاوز تجهيزات الشرطيه في اي مجتمع بيروح للهيئه الكبرى اللي هي القوات المسلحه اللي تجهيزاتها طبعا بتتناسب مع اي اخطار اكبر بكثير جدا من مهام الشرطه. نعم. وده كله واضح كان حتى في الاعداد المبدئي بالنسبه للرجل الشرطه اللي شفناه النهارده في عرض حفل التخرج. سيادة اللواء، كان يعني هناك شيء لافت وهو يعني ملاحظ في الفترة الأخيرة أن العنصر النسائي يظهر بشكل قوي بين طلاب الأكاديمية من خلال تدريبهن على أعلى مستوى مثل الرجال. إلى أي مدى يشير ذلك إلى قوة وقدرة المرأة على أن تكون جزءا من تأمين مجتمعها؟ لا، هي المرأة دي حاجة ضعيفة، لا يمكن طبعا ما احنا نقول أو نستهين بالعنصر النسائي. انت عندك العلماء المصريات ما شاء الله، ما شاء الله، من اول سميره موسى اللي كانت عالمه ذره يعني لغايه اصغر سيده معيله، انا بحترمها جدا، الست المعيله اللي بتضحي بروحها وتضحي بزوجتها عشان تسعد عائلتها واولادها. لا، الست مش اي حاجه، الست يعني تقريبا نصف المجتمع المصري عناصر نسائيه، وتقريبا كل بيوتنا قائمه على رعايه واحتواء السيده. فما بالك بقى لما انا بجيب الفتاه وبجيب البنت اللي لسه متخرجه وبوظفها في وظيفه، ما فيش فرق بين الراجل والست. انا التجهيزات العلميه دلوقتي هي اللي بتقوم بحسن تجهيزها وحسن تدريبها وحسن طبعا التكلفه بما تستطيع تماما، يعني مش هقعد اقول لها اعملي حاجه بكل تاكيد، لا ما ينفعش. انما في كل الدنيا كده التوظيف لكي تقوم بعمل يتناسب مع امكانياتها وقدراتها سواء الاستيعابيه الذهنيه او البدنيه او التكوينيه، يبقى وده لو ما استخدمتهمش يبقى انا بتراجع، واحنا مش بنتراجع، احنا بنتقدم المفروض يعني. اشكرك جزيلا سياده اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا لك.